يبدو لي أنه من الأفضل أن نرحل من هنا بعد الانتهاء من هذه المهمة. وفكرة جديدة كتير مهم نعلم الطفل ونزرع بفكره تاريخه وأمجاده، التاريخ الماضي والتاريخ القادم كمان. خلي يتعود الولد على التفكير السليم. أيام زمان كان الكرتون مادة ثقافية وتسلية وتعليم للطفل، كرتون اليوم صار رعب للأطفال. يا أخي والله بنصحهم يتابعوا إنتاجات الشركة، لأنه إنتاج محترم يختلف عن الإنتاجات اللي حكينا عنها قبل شوي اللي هي رعب للأطفال أكثر منها تعليمية وتسلية.